السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، وفي آخر حلقة من حلقات هذا الكتاب المبارك الذي هو كتاب سفينة النجاة، نقف على آخر أو على ختام أو آخر درس منه، وهو الكلام على مصارف الزكاة. بعد أن تكلم الإمام العلامة سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير الحضرمي على أصناف أو على أنواع الزكاة، والآن نختم بخاتمة وهي مصارف هذه الزكاة التي ذكرها. ومصارف الزكاة معلوم أنها ثمانية بنص كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وتقدس وتباركت أسماؤه وتعالى ذاته: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ذكر ربنا جل وعلا هذه الأصناف الثمانية في كتابه، فبدأ بالفقير وهو المصرف الأول كما في الآية. وسمي الفقير فقيرا لظهور فقرات ظهره بسبب حاله واحتياجه. وقد عرفه الفقهاء فقالوا: هو من لا مال له ولا كسب يفي ويغطي باحتياجاته، يعني أن المال أنه لا يجد مالا ولا يجد كسبا يغطي احتياجات مصروفاته في الحياة، لا يغطي احتياجه ولا احتياج من تجب عليه نفقته. فمثلا هو يحتاج في مصروفه الشهري إلى 100 دولار، فيجد 40 دولارا ولا يجد أكثر من ذلك، فهذا يسمى فقيرا، فيجب أن يعطى ما يكفيه للعمر الغالب. فننظر إن كان له حرفة يكتسب بها فنوفر له آلات هذه الحرفة ليغتني بها في عمره الغالب، أو ننظر إن كان اكتسابه بتجارة فنوفر له هذه التجارة بالقدر الذي يمكن للأرباح التي تخرج منها أن تغطي حاجته في العمر الغالب. وإن كان ممن لا يكتسب نعطيه ما يكفيه في العمر الغالب ليشتري به عقارا ويستغله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. المصرف الثاني المسكين، وسمي مسكينا لأنه قد سكن عن الحركة الكافية لسداد حاجته وكفايته، وهو من له مال وله كسب لكن هذا المال وهذا الكسب لا يغطي احتياجاته ومصروفه لا يغطى. فمثلا هو يحتاج إلى مئة دولار تقريبا مثلا، فيجد 50 أو يجد 60 أو يجد 70 أو يجد 80 أو 90، لكنه لا يجد ما يكفي الحاجة. لكن المسكين أحسن حالا من الفقير،
كذلك نفعل به مثل ما نفعل بالفقير، فإن كان ذا حرفة، إن كان ممن يكتسب بحرفة نوفر له آلات هذه الحرفة، وإن كان ممن يكتسب بتجارة نوفر له بعض التجارة التي تغطي احتياجه، وهكذا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. المصرف الثالث هم العاملون عليها، يعني العامل. من هو العامل؟ هو الذي نصب أو وظف في هذه الوظيفة التي هي العامل، وظيفة العامل في الزكاة، لكن بدون أجرة، وهو يشمل الساعي ويشمل الكاتب ويشمل الكيال ويشمل الوزان، فيعطون أجرة المثل في عملهم. لكن ينبه إلى أن الساعي لا بد أن يكون مسلما، لكن الكاتب والكيال والوزان لا يشترط أن يكون مسلما، فيصح أن يكون كافرا موظفا مع المسلمين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم أحد مصارف الزكاة الثمانية، وهم أقسام قد تصل أربعة، وأول هذه الأربعة هم ضعيف النية أو ضعفاء النية في الإسلام وفي أهله، هذا القسم الأول، فيعطون لنقوي إيمانهم وإسلامهم ونقوي نيتهم في الإسلام وفي أهل الإسلام. القسم الثاني هم الأشراف الذين يتوقع بإعطائهم إسلام أمثالهم ومن تحت يدهم. القسم الثالث هم من يقاتل مانع الزكاة. القسم الرابع هم من يقاتل من يليهم من الكفار والبغاة. لكن من يقاتل مانع الزكاة ومن يقاتل الكفار والبغاة، إن كان إعطاؤهم للزكاة أو إعطاؤهم هذا القدر أو هذا النصيب أهون علينا من أن نبعث جيشا، فهذا حسن وهو المطلوب، هو الذي يفعل. وإن كان بعث الجيش من الدولة أولى وأخف وأحسن من أن يعطوا هذه الزكاة وهذه المبالغ، فالأحسن أن نبعث الجيش ليقاتل بنفسه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. الخامس في الرقاب. من هم في الرقاب؟ المراد بقوله تعالى وفي الرقاب هم المكاتبون كتابة صحيحة. ما معنى المكاتبون؟ ما معنى لفظ المكاتبون؟ ما معناه؟ ما معنى لفظ هذا اللفظ؟ عندما نقول المكاتبون ما معنى المكاتبون؟ هو أن يأتي عبد لسيده ويطلب منه أن يشتري نفسه منه ويتفق معه على دفع أقساط، فيقول له سيده أنا أعتقك لكن بشرط أن تدفع لي كذا وكذا من المال على أن تقسمه أقساطا، في الشهر الأول كذا، في الشهر الثاني كذا، في الشهر الثالث كذا. فإذا عجز هذا العبد عن دفع الأقساط كلها فإننا نعطيه من الزكاة لينقذ نفسه ويصير حرا، لأن الإسلام يتشوف إلى العتق، يتشوف إلى العتق ويتشوف إلى عدم الاسترقاق. لكن لابد أن تكون هذه الكتابة كتابة صحيحة بعقد صحيح غير فاسد. والذي أيضا يعطي هذه الزكاة لا يكون هو نفس السيد الذي حصلت معه الكتابة مع العبد لغير المزكي. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. الصنف السادس هم الغارمون. والغارمون هم الذين غرموا مالا أو دينا لكن لغير معصية، في غير معصية، مثلا في صرفه على عياله على أولاده،
في أن حدث له شيء لكن ليس في معصية، أو كان في معصية لكن تاب منها، فإذا عجز ندفع عنه ما دام وقد أحدث توبة، فإنا ندفع عنه المال ونقضي عنه الدين. أو كان هذا الغارم سبب غرامته هو إصلاح بين فئتين أو إصلاح بين اثنين، فهذا يعطى ولو كان غنيا ليسد هذا الدين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. الصنف السابع في سبيل الله، أي الغزاة المتطوعون، فإنهم يعطون حاجتهم وحاجة عيالهم منذ أن يسافروا إلى أن يرجعوا، بل يعطون مؤنة الركوب والذهاب وتهيئ المراكب لهم حتى يوصلهم إلى المكان الذي يغزون فيه العدو. ثم الصنف الأخير وهو ابن السبيل، وابن السبيل نسب إلى السبيل أي الطريق، والمراد به المسافر. المسافر من يريد السفر، أو من هو مسافر في الواقع، أو من يريد السفر المباح ولا مال له، فنعطيه مالا ليسافر، فإن كان سيجد مالا له أو سيصل إلى مال له في الطريق أعطيناه ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله، وإلا إن لم يكن له مال نعطيه ما يوصله إلى مقصده. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم نختم، ما هو شرط هؤلاء الأصناف الذين يعطون؟ شرطهم الحرية الكاملة والإسلام، إلا في العامل فإنه يجوز أن يكون كافرا، إلا الساعية فلا يجوز أن يكون كافرا، وكذلك ألا يكون مطلبيا ولا هاشميا ولا مولا لهما، لأن هؤلاء يعطون من خمس الخمس. لكن أفتى كثير من المتأخرين بأنهم في هذه الأزمان عندما حرموا أو منعوا خمس الخمس فإنهم يعطون من الزكاة، وكذلك يجب أن نعم الأصناف كلها بالزكاة. لكن ابن عجيب والأصبحي وأكثر المتأخرين رأوا أنه يمكن الاقتصار على صنف واحد، بل رأوا بأنه يمكن نقلها ودفعها لشخص واحد. بهذا القدر نكتفي في الكلام على مصارف الزكاة، وهو الذي ختمنا به، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا أيضا مصرفا من مصارف رحمته وعطائه وهبته ومنه وعفوه وغفرانه في مثل هذا اليوم الذي يصادف الثاني أو الثالث من جمادى الأولى من سنة 1440. نختم شرح هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يغفر للمؤلف وأن يرفعه عليين، وأن ينيلنا من بركات الصالحين والعلماء المفلحين المنجحين، وأن يغفر لنا هفواتنا وزلاتنا، وأن يغفر لنا حظوظ نفوسنا. وأملي في من سمع أو استفاد من مثل هذا أن يدعو لي ولوالدي ولمشايخي في الدين، وفي مثل هذا الوقت أو في مثل هذا الختام أستشهد ما قاله الإمام المجتهد عبد الرحمن السيوطي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في آخر منظومته عقود الجمان، زففتها لمن نهاه راجح، ومطلبي منه الدعاء الصالح، علي إذا صرت قرين الرمس تنفعني دعوته في بؤسي. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا ذخرا لنا، وأن يجعله أيضا ذخرا للقائمين على هذه المحضرة العالمية المباركة،
وأن يبارك في شيوخنا العاملين فيها، وأن يبارك في من كان لهم جهد في القيام بها، وأن يجعلنا وأحبابنا جميعا من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.